أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في مقالي مؤتمر تكريم محمد صلاح، وشفنا قد إيه الكل كان سعيد وفخور باللي يعمله محمد صلاح، لكن ضبط الأداء الإعلامي في المرحلة الحالية محتاج كلام كتير جدا عشان تتحقق حتى نبوءة محمد صلاح ورغبته إنه النهائي الأفريقي وما بعد النهائي إن شاء الله تفضل الصورة الرياضية المصرية في الشكل الجميل بتاعها. عشان كده في كلام كتير جدا مع حضراتكم في الغربال بذمتكم في هيافة أكتر من كده؟ هتشوفوا الهيافة وهتشوفوا الرد على الهيافة بما يستوجب ضرورة التدخل الإعلامي لضبط الأداء، لأنه حتى وإحنا كمان بنطالب الشباب وبنطالب جماهير السوشيال ميديا وبنطالب بكل الناس انها تنضبط وانها تلتزم وانها يبقى عندها القدر الكافي من الوعي، لازم ان نبقى شايفين انه الرساله الاعلاميه اللي بتطلع حتى في البرامج وفي المواقع هي اللي بتقود السوشيال ميديا وهي اللي بتؤدي الى هذا المستوى اللي انتم شايفينه مؤثر قد ايه في الحقل الرياضي. المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ايمانا منه بأهمية التوقيت وضرورة التدخل وحتمية الحدث وتأثير الرياضة وقيمة الحدث الكبير في النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك، أطلق الجهاز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب، لا للتعصب، مصر أولا، مصر أولا وقبل أي حد وقبل أي فرد وقبل كل شيء. هذه مسألة مش محتاجة حتى لإعادة طرح، لكن محتاجة إعادة ضبط المصطلحات معاها. إزاي نقدر فعلا نقدم المصلحة العامة على أي اعتبار، وإزاي نقدر نؤمن إن المصلحة العامة أو المصلحة حتى الخاصة للأهلي ثم للزمالك ثم للإسماعيلي وبقية الأندية لا تنفصل عن المصلحة العامة، هي جزء من المصلحة العامة. المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام النهاردة استضاف في مقره مؤتمر مهم جدا لنزع فتيل التعصب. حضر وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وحضر الكاتب الصحفي الاستاذ كرم جابر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، وحضروا عدد كبير من كبار الساده الصحفيين والاعلاميين، في مقدمتهم يمكن الكاتب الكبير الاستاذ صلاح منتصر، والكل تحدث عن ضروره التدخل لضبط ايقاع الاداء في الرياضه. وزير الشباب والرياضة قال إن دي مسألة لا تخضع فقط للحدث، مش مرتبطة فقط هذه التوعية وهذه الحملة التوعوية بمباراة الأهلي والزمالك، لا دي مستمرة ووزارة الشباب والرياضة مطلعة بدورها في هذا السياق. تحدث الحضور قالوا إنه أستاذ كرم جبر تحدث عن ضرورة التدخل لإنقاذ الروح الرياضية بين الجماهير والنزول للأندية ومراكز الشباب. الأستاذ صلاح منتصر طالب بوضع منافسته أخلاقي في مجال الرياضة وأن يعمل الإعلام على تغذية الحماس وليس التعصب، فضلا عن منع السخرية في الصحف، وقال إن قيمة الأهلي مستمدة من الزمالك وقيمة الزمالك مستمدة من الأهلي، والأندية كلها بتستمد حياتها من التنافس، وبالتالي قال إن احنا عايزين نغذي الحماس مش التعصب. الحماس فيما بين الأهلي والزمالك مطلوب، لو الناس فاهمة إنه هتشيل الحماس من المنافسة مش هتبقى رياضة ومش هتحتفظ بقيمتها حتى كمكون مهم جدا من مكونات القوى الناعمة المصرية. لكن ازاي المسألة تكون في إطار من التنافس الرياضي النظيف اللي بيحترم القيم الرياضية، اللي بيعلي قيمة الروح الرياضية، اللي بيحترم المنافس، اللي بيتنافس بشكل شريف وقوي. الإعلامي الأستاذ أحمد موسى قال إن أنا أتمنى اعتبارا من اليوم يكون شعار مصر أولا لا للتعصب على جميع الشاشات، مباراة الأهلي والزمالك يجب عرضها في مراكز الشباب. الأستاذ نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام نوه إلى أن انضباط الإعلام الرياضي بداية الطريق الصحيح، وقال إن مصر أولا ومصر أهم. الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سامي عبد الفتاح عضو لجنة ضبط الأداء الإعلام الرياضي قال إن احنا بنحتاج من جديد إن احنا نأكد على معنى المنافسة وقيمة تأكيد احترام المنافس. الكابتن حازم إمام نجم الزمالك الكبير قال إن الأزمة الرئيسية في الإعلام الموجه الذي يبث التعصب ويخرج خارج إطار الرياضة تماما
وهذه مشكلة كبيرة في الرياضة تتحدث عن أحداث المباريات، لكن البعض يتحدثون عن المشاكل بحسب تعبيره. الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق قال بالحرف: الرياضة إذا لم تكن تساعد في ترسيخ القيم بلاها أفضل. وقال إن احنا للأسف الرياضة أصبحت من أسوأ وسائل هدم المجتمع وتكريس الفتنة، وسنجني تبعاته وسندفع الثمن فادحا. وقال عماد حسين أيضا: ضرورة بتر كل النماذج التي تشوه البلد وكل الأطراف الفاسدة في المنظومة الرياضية. في نهاية الندوة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قال إن الرياضة قد تكون من أخطر الوسائل الممكنة لهدم المجتمع، لكن الوزارة مستمرة في دورها القائم على الدعم المستمر لقيم الرياضة وللتوعية، والاستمرار في هذا الاتجاه لضبط آليات تنظيم المنظومة الرياضية. وقال إن احنا كوزارة مع المجلس الأعلى في ذلك، والأهم إن احنا نكون مستمرين. هنا الاستمرار مهم جدا، لأنه أكم من مؤتمرات وندوات ومكلمات كتيرة اتعملت واتنشرت وخرجت، وبعد تاني يوم كل حاجة تعود لنفس النظام وتعود ريمة لعادتها القديمة. الرك على الاستمرار، إزاي نقدر نضمن آلية معينة للاستمرار، وإزاي نفضل حريصين على هذا الدور بكل ما فيه من وعي وأيضا بفرض النظام.